النهارده فخامه الرئيس السيسي اطلع على جهود جامعه طنطا، خد بالك بقى في اللي انا بقول لك عليه، لدعم مشاركه الطلاب في مبادره حياه كريمه. ده واحد من الادوار اللي بتلعبها الجامعه، ازاي بتقدر تخلي الطلبه بتوعها يشاركوا في مشروع بالغ الاهميه ومشروع ضخم جدا زي حياه كريمه في اطار محافظه الغربيه. معانا على التليفون دكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بحضرتك يوسف بيه ومشاهدينك الكرام، ومساء الخير عليكم جميعا يا فندم. مساء النور يا دكتور محمود. دكتور محمود، يمكن النهارده وفخامه الرئيس كان بيطلع على جهودكم في مشاركه الطلاب في دعم مشروع ومبادره حياه كريمه، عايزين نعرف اكتر على ما اطلع عليه الرئيس والدور اللي لعبته جامعه طنطا. الحقيقه يوسف بيه، يعني الفوائد الوطن كله جناها من مشروع القرن حياة كريمة فوائد متعددة وكثيرة جدا، وتتعدى في قيمتها الحقيقية مجرد تقديم خدمة أو حتى رفع المستوى الاجتماعي ومستوى الخدمات لأهلنا. الحقيقة في فوائد كثيرة جدا يمكن ناس كثيرة ما بتاخدش بالها منه. خلينا نقول ان فكرة مشاركة الشباب في المشاريع القومية وبخاصة مشروع زي حياة كريمة ليه قيمة هائلة في ان هو يعني بيساهم في بناء الوعي القومي وبيخلق حالة من حالات الانتماء الوطني عند اولادنا وعند شبابنا. بيتعرفوا الحقيقة، لان دايما احنا بنعتقد ان المشاركة الحقيقية هي مفتاح الانتماء الوطني. لا يمكن انت تستشعر انك جزء من هذا الوطن وان الوطن ده هو جزء منك الا اذا انت فعلا شاركت في خطط التنميه المستدامه بتاعته. مجرد مشاركتك في اي عمل تطوعي او عمل لخدمه الناس ده في حد ذاته مش بس بيحقق لك يعني ساتسفاكشن او يعني نوع من رضا. من الرضا الداخلي، قد ما هو كمان بيشعرك انك جزء من المنظومة بتاعت الدولة. وده الحقيقة يعني احنا بنرى ان هو جزء من الامن القومي فعلا، ان الشباب يبقوا جزء من المنظومة القيمية ومنظومة التنمية المستدامة، كلنا شركاء في هذه التنمية. خلينا اقول ان شبابنا بيساهم مساهمة كبيرة هائلة في هذا الإطار بشكل كبير جدا. احنا طلعنا النهاردة تشرفنا طبعا بلقاء سيادة الرئيس، ولأول مرة يعني خلينا أقول إن هو وضع يعني تقليد جميل جدا اللي هو الاحتفال بمئات يمكن آلاف الطلبة اللي هم الأوائل بتوع خريجين 2023، اللي هو خلينا نقول إن هم جيل الجمهورية الجديدة، جيل مسلح بقوة النهاردة بقيم وتقاليد حقيقية بانتماء حقيقي لهذه الدولة العظيمة. ولادنا بيشاركوا مثلا في جامعة طنطا، احنا كنا بنحتفل منذ يومين بان احنا عملنا خلال 1000 يوم 1000 قافلة شاملة صحية وبيطرية وتنموية وفي كافة المجالات. هذه القوافل مش بس موجودة في محافظة الغربية ولكن حتى على المحافظات الحدودية، احنا شاركنا في كثير جدا من المحافظات من القوافل. احنا شاركنا يعني عدد المستفيدين يوسف بيه 780,799 مواطن، 780,000 ده رقم كبير طبعا. اشتغلنا في عدد مشاريع هندسية شاركنا فيها 7 مشروعات كبرى. عدد المستفيدين اللي هم من خارج المحافظة كانوا حوالي 28,000 مواطن مصري. عايز اقول لحضرتك ان احنا الشباب نفسه بقى اللي شارك في ده كمان ساهم في محو أمية 103,441 مواطن. برافو. الرقم ده يمثل خلينا اقول ان هو تقريبا ما بين 20 الى 25% من اجمالي عدد الاميين او اهلنا اللي لم يتلقوا يعني التعليم الكافي او لا زالوا يعني ما عندهم اشكاليه في القراءه والكتابه في وسط الدلتا او في الغربيه. المجهود ده هو مش مجهود الجامعه قد ما هو مجهود ولادنا،
واحنا بنشجعهم دائما ان هم يكونوا مشاركين ومنخرطين في هذا العمل التنموي العظيم، بيستشعروا قد ايه كمان. خليني اقول حاجه مهمه، ان اولادنا لازم يعرفوا ايه التحديات اللي في بلدنا، التحديات الداخليه زي الاميه وزي زياده السكان، التحديات الخارجيه زي المشاكل اللي بتواجه العالم كله بتاثر علينا. معرفتهم بهذه التحديات يا يوسف بيه هو ده جزء مهم جدا من بناء وعي حقيقي، لان كمان في نفس الوقت هم بيبداوا يتعرفوا على الامكانيات الحقيقيه للدوله بدون تهويل وبدون تهوين. يعني بنتكلم احنا امكانياتنا ايه، احنا دوله برضو دوله ناميه وعندها مشاكل كثيره جدا، لابد ان احنا بنتعامل مع المصادر اللي عندنا بحكمه وبرويه. الاستخدام الامثل لمواردنا، واحنا عندنا مورد بشري عظيم. بالظبط، فهي الجزئيه دي هو ابننا او بنتنا لازم يعرفوا مشاكلنا الحقيقيه لما ينزل الريف وينزل صح. للاماكن الاكثر فقرا والاماكن اللي محتاجه كهرباء وميه وغاز ومحتاجه مسكن كويس ومحتاجه اضاءه كويسه ومحتاجه، هو بيبدا يشوف المشاكل الحقيقيه اللي موجوده في الحياه اللي موجوده عند يعني اهلنا. بعض اولادنا ما يعرفوش الكلام ده، فلما بينزلوا الحقيقه في هذه المشاريع ده بينمي عندهم الحس الوطني، بينمي عندهم المعرفه الحقيقيه بالتحديات اللي موجوده في هذا الوطن. طبعا بيحتك بالمجتمع بتاعه، وبالتالي يقدر في وقت ما يخلق حلول لهذا المجتمع وكل واحد في تخصصه. المهم ان هو كمان بيبدا يبقى عنده رؤيه حقيقيه واقعيه لمشاكلنا، ويبدا يشوف مشكله زي مشكله الزياده السكانيه قد ايه بتؤثر بشكل سلبي في عدم احساسنا او عدم احساس كثير من المصريين بنواتج التنميه الاقتصاديه، المجهود الهائل اللي بيبذل في عمليه التنميه. كان دايما زمان يقولوا طب كل المشاريع دي وبرضه احنا كاسر مش حاسين ب يعني نواتج هذه التنميه علينا او على مستوى الدخل. ايوه، لان عددنا بيزيد بشكل دراماتيكي بعدد بشكل كبير جدا. عايز اقول لحضرتك احنا في السبعينات احنا وفرنسا كنا في ال 50 مليون، يعني بنتكلم في 50 مليون، لا زالت فرنسا لحد النهارده حاجه و50 مليون زي ما هم، واحنا بقينا 104 مليون. طبعا اقل مجهود بيتبذل في التنميه الاقتصاديه في دوله زي فرنسا على طول بيتقسم على عدد السكان اقل، فطبعا معنى كده ان مستوى المعيشه بيزيد. طبعا احنا مهما بنبذل مجهود وبنعمل تنميه اقتصاديه هيبتلع، قد بيبتلع في هذه الزياده السكانيه المبالغ فيها. فلازم اولادنا يبقوا، ما انت مهما تقنع في الشخص اللي قدامك قد مثلا مشكله زي مشكله السكان دي مشكله بتؤثر على الاقتصاد بالكلام كده ما بيقتنعش، لكن لما بيبدا ينزل ويشوف وقد ايه ده بيسبب فقر وقد ايه بيسبب اشكاليات في البطاله وقد ايه بيسبب مشاكل في تقديم خدمات قد لا تكون بالكفاءه المثلى نتيجه الزياده الهائله للسكان، بيبدا هو لوحده يبقى عنده يعني رؤيه حقيقيه للمشكله، ويبدا هو لوحده يبدا يشوف الحلول ويبدا يستجيب للحلول حتى اللي بتطرحها الدوله. فالحقيقه مشروع حياه كريمه مش بس بيقدم لاهلنا خدمات فعلا ذات قيمه وبتغير المجتمع كله وبيقدم وبنقترب من كل الناس، لا ده هي كمان ليها بعد مهم جدا توعوي وبعد مهم جدا يعني لبناء، يعني عايز اقول لبناء وعي حقيقي عند اهلنا واولادنا، مما لا شك فيه وهتاثر على بناء وجدان الاولاد الصغيرين دول في وقت من الاوقات وهم بيكبروا وبعد كده بيوصلوا الى مرحله ان هم كمان هيبقوا طلاب في الجامعه ثم خريجين وما الى ذلك، فبيصبحوا عناصر فاعلين جوه المجتمع، بس هيبقى وجدانهم اتبنى بالمظبوط. انا بشكرك جدا يا دكتور محمود، جدا 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 كمان، واتمنى ان احنا مره يعني نلتقي كده في البرنامج. تنورنا وتشرفنا دايما دكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا. طيب